يا هلا وسهلا وحيا الله كل اللي يشوفونا على قناة روتانا خليجية في بداية انطلاقة هذا الأسبوع الجديد المفعم بالحيوية اللي كثير فيه إن شاء الله من الأمور اللي حتحركنا وتحفزنا مهما كان الويكند، مهما كان الأسبوع اللي فات، مهما كان حياتنا اللي راحت مزعجة، إن شاء الله اليوم وبكرة وبعده حيكون أجمل وحيعطينا الأمل الكافي اللي نكمل فيه حياتنا إيش ما واجهنا من مشاكل من خلال فقراتنا استضافاتنا وأيضا سؤال حلقتنا اليوم. وقبل هذا كله أمسي عليكم بالخير ونقول لكم يا أهلا وسهلا يا حيابكم يا أحلى ناس ويا أهلا وسهلا لميا، مساء الخير. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة. وأكيد مع بداية انطلاقة أسبوع جديد أقول لكم ساعة كاملة رح نقضيها معاكم بكل حب. تعرف في ناس يزعلوا من هذه الكلمة، ليش لم ليش لم تعيدها، ليش لم تقولها؟ بس أنا أستغرب، رديت عليهم طبعا قلت لهم يا جماعة الخير إيش في أحلى من الحب وإيش في أحلى من التعامل بحب؟ يعني شوف أنت لما دخلت كذا بتفاؤل وتحمستني كذا للبرنامج، عرفت؟ ولما تقول للناس إنه ساعة كاملة رح نقضيها معاهم بكل حب، بكل حب وألفة، ويعني كذا نبسطهم. أيوة نبسطهم، وفي الأخير هذا المحبة عمره ما يكون لها وقت أو عمر أو ومين ما يحب أو الحب مكان يا طران؟ أو مكان مين معين ما يحب الحب؟ إلا إذا عنده مشكلة. وهذا يعني حديثنا حيكون اليوم تقريبا على هذا الموضوع. في مفاهيم كثيرة مؤخرا اتفهمت غلط عن الحب، وإن شاء الله راح نعدل هذه الأمور، لأنه في الفترة الأخيرة أصبحت حالات العنف اللي من ضمنها ترجمات لبعض المحبة الخاطئة، العنف الأسري تحديدا اللي بنشوفه كثير على اختلاف من أنواعه، في من اعتداءات وضرب وغيره من أساليب غير إنسانية، أمر ما هو بالأمر البسيط. والحب الحب الزائد عن حد واحد الأمور اللي وصلت لهذا الحد، لكن في أمور كثيرة الغطرسة والتطاول، وما لو واحد ما يكون عنده حد لنفسه ولما يبغى يتكبر على غيره من الفئة الأضعف في المجتمع هيوصل لهذه المرحلة من العنف الأسري. وأكيد مو بس كذا طرات، كمان الاعتداء والضرب من ضمن العنف الأسري. هذا المحزن، كمان المحزن أكثر أنه صرنا بنشوف في الفترة الأخيرة فيديوهات كثيرة انتشرت عن العنف الأسري وأخبار كثيرة بنشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي. الشيء الإيجابي والجميل أنه الدولة أخيرا يعني بتتعامل مع الحالات الظاهرة بحزم تام وبتعرف تحاول أنها تسيطر على المسألة، وإلا أن بعض الناس محزن جدا انه بيحاولوا انهم يكونوا سلبيين كثير، وهذا اللي بنشوفه. لكل اللي بيتعرضوا لعنف اسري يقدروا يتوجهوا او يشتكوا لوزاره الشؤون الاجتماعيه لاستقبال البلاغات عن حالات العنف الاسري، واللي مو عارفين الرقم مره سهل 1919 وبس. جميل جدا. طبعا هذا الامر يعني مشكورين على حكومتنا في يعني في انماء هذا الجانب، لانه فعليا هي مساله ما هي محليه، مساله عالميه ايضا موجوده في العالم ككل. وبكل بساطة ترى التعنيف اللي بيحصل للفئة الأضعف من نساء أو أطفال، هذا لا يعني أنه ما بيحصل للرجال، بيحصل للرجال، ولكن النسبة الأعلى ومن الدراسات والإحصاءات اللي أخذت مؤخرا فالنساء والأطفال أكثر من يعنفوا في هذا العالم. مسألة ما هي بسيطة، نراجع نفسنا قبل ما نتكلم في أي نقاط، هنشوف ردودكم من سؤالنا لحلقة اليوم. قلنا بالضبط إيش رأيك في حالات العنف الأسري اللي أصبحت متزايدة مؤخرا وكيف ممكن تتفاعل معها كأحد من المواطنين؟ شوف نروح لأول الردود. معنا من زوز الزهراني تقول فعلا هالحالات زادت هالفترة، لكن من واجبنا في حال عرفنا أن نبلغ مركز حقوق الإنسان عشان يتم السيطرة على هالمشاكل. حلو يا زوز. عندنا شوق، نبلغ مركز هيئة حقوق الإنسان ويتعاملوا مع المشكلة، برضو وجهة نظر وحل من الحلول. غدوش الشهري تقول أنا من وجهة نظري أشوفها سلبية لأنه في ناس مريضين ما يتفاهموا بس ما عنده إلا الضرب، طبعا لو صارت قدامي دايركت ببلغ. حلو. عندنا مريم بعد غدوش، الحالات اللي ظهرت حتى الآن تقريبا تم حلها، ولكن المخيف في حالات أيضا ما حد يعرف عنها شيء، التبليغ أفضل حل. رقم الحماية الاجتماعية 1919. حلو يا مريم. نروح لدقنة تقول لا تعليق على الموضوع ده، صراحة قصص جدا محزنة. الحل الصح هو توجيه الأسرة كيفية التعامل مع يلي يعنفهم وسرعة الاتصال لمساعدتهم. حلو يا دقنة. عندنا همسة براءة، حياك من جديد، مساء جميل، مساء الورد. زادت بشكل مخيف وتأثير
للجيل القادم وتأثر على الجيل القادم للأسف. أتفاهم معهم، نكلمهم على تفاعلهم مع أنه ما أعتقد راح يتفهمون أبلغ حقوق الإنسان. جزاك الله خير يا همسة براء. حلو، نروح لأنفال تقول الدنيا تغيرت مش مثل أول، صار في عقاب للشخص المعتدي لكن أكثرهم يسكتون ولا يبلغون، أنا عن نفسي حبلغ وبكل فعلا ثقة. هذا المفروض، هذا المفروض. هي مشكلتنا دائما لو تلاحظي لمية، وهذا موجود دائما، الناس تخاف من أن الواحد يشتكي أو يبلغ أو يقول هذه مجرد دفة أو مجرد ضربة أو رماني لسه بس بحاجة. ولكن اللي ما يعرفه المعنفون انه ترى هذه دائما في كل الحالات وفي كل حملات العالم، كل نساء العالم وكل الاطفال، يقول لك اول دفه فيها عدم تقليل لاحترامك او لشخصك، هذه معناته في وراها ابعاد كثيره. هذه بدايه ممكن تكون طرات. فعلا هذه بدايه لكارثه حتحصل. فانت لا تستسلمي لهذا الامر. كثير من الحملات، كثير من الفيديوهات شفنا كيف انه بدايتها دفه وبدايتها مسح، بدايتها امر في تقليل من شانك، بتنتهي بكوارث المستشفيات. صحيح تراد، واللي محزن اكثر انه في بعض القرى او بعض المدن ما عندهم الوعي الكافي بش موضوع العنف الاسري، وانه ما صار في وزاره تقدر تشتكي وانت تبلغ عن العنف الاسري. والمحزن اكثر انه العنف بيجي من اقرب الناس لك في حياتك، ممكن يجي من الاب، ممكن يجي من الاخ، ممكن يجي من الزوج تجاه الاطفال والنساء. وفي كثير نساء يعني مقللين من قيمتهم، بيقولوا يعني هو له حق علينا، الحق علينا يضربنا عادي. بيشوفوا انه وجهه نظرهم انه عادي الضرب، يعني اهالينا كانوا يضربونه، فالزوج يجي ويلا يضرب بدون اي وعي. نقدر نقول انه يقدروا يشتكوا وياخذوا حقوقهم، لانه حقيقه الضرب مو بس يكون بدايه ضرب، بعد كذا ما تعرف ايش ممكن يوصل لقتل، زي ما شفنا فيديوهات واخبار كثير في مواقع التواصل الاجتماعي. الابن قتل امه وقتل اخواته، والزوج ايضا قتل اولاده وقتل ابنائه وقتل زوجته في يوم واحد، يعني بدم باردة نقدر نقول. فلازم ما نستهون بهذا الموضوع من البداية عشان لا يصير ويوصل لكارثة في النهاية، نبدأ نبلغ عن هذه الأسر أو اللي تتعرض لعنف أسري. وإيش السبب لمية لحصول يعني قد لحصول لمرحلة هذه، مرحلة من يعني مرحلة قتل أو مرحلة يعني إنهاء حياة؟ صحيح. إلا إذا ما كان، إلا إذا شايف إنه هذه الحياة أو الروح اللي أمامه ما لها تقدير أو أي احترام، أو شايف إنه هو أعلى من إنه هو يتفاهم. صحيح. ما عنده للضرب، يعني احنا ما احنا بشر، ما احنا بهايم، احنا بشر نتعامل بعقلانيه وبفكر. فهو بكل بساطه التنبيه في هذه النقطه اللي احنا بنوصل لكم اياها، ترى بدايه الدفه او الضربه او اي شيء، يا عمي في علاقه بسيطه بينك وبين صاحبك، ما يتكلم في العيله ولا ضرب ولا بينك وبين صاحبك. لو انت سبته اول مره مثلا يضرب على كتفك اول مره، ثاني مره على كتفك، على راسك، على جسمك، لما يحدفك باي حاجه، هي كذا، هي المساله كذا طبيعي، يعني منطقيا هذا اللي بيحصل. فننتبه ونعمل حد، اول حد هو اول فاصل واول يعني نقطة احترام لك لشخصك ولكيانك. وفي النهاية زي ما ذكرتنا، المحزن أكثر أنه على حسب الشخصية، في كثير من النساء وكثير من البنات ضعاف الشخصية وما يكون عندهم خوف طراد أنهم يبلغوا يعني أو أنهم يروحوا، يعني بطبيعتهم يكونوا خايفين، حتى خايفين من العقاب إذا بلغوا بعدين ما حيأمنوا العقاب من نفس الشخص اللي تبلغ عنهم. في النهاية يكون الخوف مسيطر، بس أنا أقول لكم لا يسيطر عليكم الخوف، وخليكم قويين وخليكم تاخذوا حقكم بيدكم وبنفسكم، لا تخلوا احد ثاني ياخذ حقكم. صحيح. عندنا باقي ردود طبعا، ناخذ نشوف اول رد في المجموعه الثانيه. دينا الطريقه تقول انا اشوف اللي يضرب زوجته او عياله هذا عنده نقص وعديم شخصيه، عشان كذا يعنف اسرته لانه يحس انه قوي الشخصيه، وهذا لازم زوجته تبلغ عنه. فعلا ضعف شخصيه. شويقه ايش تقول؟ عمر التربيه ما كانت بالعنف والضرب اللي نشوفه، وش قساوة قلوبهم ذولا، مو بأهل حتى شهر ما يستقبلهم على الجنون ده، لازم ينسجنون مؤبد. عقاب ممكن. فعلا ممكن. رهام تقول من عوامل الخطر اللي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة تدني مستوى التعليم والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة، أو شهادة حالات يعني هي تفاوت على قولك يا ريهام. صحيح. ممكن يكون سبب. صحيح. فايزة تقول مريض نفسي بسيطة، يا كثرة أطباء النفسيين، عار على الرجولة من يجعل عضلاته ويديه تتحدث عنه مع إناثه. الله عليك. ترجمة الرجولة فعلا لها معنى آخر. شيء محزن أن تصبح الأسرة تعنف بعضها بدلا من التكاتف والترابط، تصبح متفككة ضعيفة، وهي أساس المجتمع، ظاهرة يجب أن تمحى من مجتمعنا. صح، ولازم يكون في لغة تحاور ولغة تفاهم. بإذن الله يا ذكرى. صادقة. نروح لآخر ردود من إيمان، العنف الأسري عند التبليغ
قضيه حل الموضوع، لكن انتشارها بالسوشيال ميديا وبقصص كذب تشوه المجتمع وتطلع جيل لا يثق بمجتمعه ونظرته سلبيه. صادقه يا ايمان، حقيقي بعض الحسابات في السوشيال ميديا بيطلعوا الاخبار بس ممكن يزودوا كلام من عندهم، وبالذات اذا كان تناقل الاخبار تراد دائما من شخص لشخص، لما بينتقل الخبر بنسمع كذا قصه من كذا شخص في نفس الوقت، فبيتشوه الخبر، بيزيد الخبر، بيهوله من الخبر، فبالنهايه بيوصلنا خبر غير صحيح. وهذا اللي لازم يعني يوثقوه بعض الاشخاص، لازم يكون في مصداقيه في انتشار هذه الاخبار، لانه ممكن تاثر على الاسر اللي صار بسببهم عنف اسري. صح صادقه، هو المساله يبغى لها حزم ويبغى لها يعني وقفه معينه عشان الوضع لا يزيد عن حده. صحيح. خلينا الان احنا في مرحله الان يعني مو نعاتب نفسنا او يعني نلوم نفسنا على اشياء سابقه، الان احنا في مرحله نوقف وقفه مع النفس وليس ضد النفس، عشان جلد الذات هذا يودي في داهيه ويخلي الواحد يتحطم. اذا انت من الناس اللي يعني ضميرك ان شاء الله يصحى باذن الله من الناس اللي يشوفونا، رساله اوجهها لك اياها، اوقف مع نفسك امام المراه، هل انت في الطريق الصحيح ولا انت حاس انه في تخبط بينك وبين نفسك؟ اوقف وخليك صريح مع نفسك عشان تساعد نفسك وتساعد غيرك من الناس اللي حولك. الناس اللي حولك اكيد من اهلك ما يبغوا لك الا كل خير، وان ترجمت افعالهم على انهم يبغوا لك شر، بالنسبه لك فهم في الاخير اهلك والاهل، مستحيل احد يوصل لهذه المرحله. يا اخي اخرج من عندهم ولا تتعامل بهذه الطريقه، حاول تعطي التصرفات الصحيحه، قول انا ليش بهذه الطريقه، عالج نفسك. اذا عندك مشكله نفسيه ترى اساسها كلها مشاكل نفسيه منذ الطفوله، يكون عنفت، انضربت، حسيت انه انت يعني اضطهدت وانت صغير، هذه كلها وارده في كل المجتمعات. اللي عليك الان انت كرجل بالغ عاقل انك تروح عشان تتعالج عند دكتور نفساني، وهذا المفروض. اكيد تراد، ونحن طرحنا هذا الموضوع لان بالنهايه نتمنى ان نكون في مجتمع خالي من السلبيات اللي ممكن تاثر على جيل هذا المجتمع. عموما هذا سؤالنا كان على هاشتاج ساعه شو في تويتر، مكملين بفقراتنا لكن حنطلع فاصل قصير، راجعين لكم بعد الفاصل.